بحيرة الرزازة في محافظة كربلاء، منطقة جذب سياحي عرفت بمناظرها الجميلة ووفرة الأسماك فيها. أما اليوم فإن الأسماك الميتة تتناثر على حوافها، وتحولت الأراضي المحيطة بها إلى صحراء قاحلة لازدياد الملوحة فيها بشكل كبير بسبب قطع المياه عنها. نريد مي لبحيرة الرزازة، فهذه البحيرة عايشة بها آلاف العوائل، وهذا الحلال، وهسا جفت من المي سدها، يعني مي ما كل ما جاله يصير ميها مالح. سكان المنطقة الذين يعيشون على أرزاق بحيرة الرزازة باتت أرزاقهم مهددة نتيجة الإهمال الحكومي للبحيرة، ما دفع الكثير منهم لهجر المنطقة التي غزاها الجفاف. عايشة أهل كربلاء، أهل الحلة، ناصرية، عمارة، كلها عايشة هنا بحيرة الرزازة. ندعي من رئيس الوزراء، يندعي إلى الأهوار وإلى الزراعة وإلى أهل الحلال، الناس وين تروح؟ ملت. الصيادون وأهالي الرزازة اتهموا مسؤولين في كربلاء بالاتفاق مع أصحاب المقالع الكبيرة فيها على عدم تغذية البحيرة بالمياه التي ستغمر المقالع بحسب قولهم. أكو اتفاقية كانت في بين الدولة وأصحاب المقالع، وانتم مثل ما جاي تشوفون أعزائي المشاهدين مسوينها مقالع، مياهنا قلت، احنا كصيادين وناس على باب الله وقطعة أرزاقنا. الجهات الحكومية تبرر ملوحة البحيرة الشديدة بتنظيمها الإطلاقات المائية بالسدود، ومنها سد حديثة وشح المياه في المنطقة بشكل عام. أما في الوقت الحالي توجد السيطرة كاملة من خلال سد حديثة وسدة الرمادي، وتنظم عملية إطلاق هاي التصاريف. بحيرة الرزازة إحدى معالم محافظة كربلاء التي تشكو الإهمال الحكومي، بالرغم من أنها تشكل موردا اقتصاديا بالغ الأهمية للمحافظة.